بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من أجمل الأيام، من أجمل اللحظات، من أجمل الاحتفاليات، يوم من أروع الأيام. الأطفال يستلمون جائزة، الأطفال يستلمون جائزة لأنهم صلوا الفجر مع الجماعة 40 يوم، فهم يستلمون الآن الجوائز في مسجد السلطان سليم في حي الفاتح في اسطنبول. الأهالي مبتهجون، اجتماع كبير وضخم، احتفالية رائعة وجميلة. السيدات تقف أيضا تراقب أبنائها، كثير من الأمهات كانت تشجع أبنائها وتأتي بنفسها إلى صلاة الفجر، توصل ابنها ليصلي الفجر مع الجماعة ليأخذ الجائزة وليعتاد صلاة الفجر مع الجماعة 40 يوم متتالية. هذه الجوائز، هذه الدراجات، هذه الجوائز، دراجات تملأ صحن المسجد. بسم الله ما شاء الله، يوم من أجمل من أجمل الأيام. الأولاد يفرحون اليوم أكثر من فرح العيد، فكيف كيف يعني إذا كان سبحان الله يوم، يعني يوم أشبهه يعني بيوم الجائزة، يوم جائزة، جائزة عظيمة وجائزة جميلة ولطيفة جدا. دراجة هوائية لكل طفل يمضي 40 يوم صلاة الفجر مع الجماعة. ما شاء الله، الأولاد فرحون، الأهالي فرحون، المسجد فرح، المسجد مزين، شيء جميل جدا جدا جدا.